طبعا مدينة مصدر أحد مدن الأكثر استدامة في العالم. مدينة مصدر اليوم تشمل منطقة حرة لريادة الأعمال ومناطق سكنية ومساحات مكتبية، وبالإضافة إلى البنية التحتية المتكاملة مثل الحدائق والمنتزهات والمراكز التجارية أيضا. اليوم سعيدين بتواجدنا في أسبوع أبو ظبي للاستدامة، هذا العرس اللي يجتمعوا فيه النواب من الدولة وخارج الدولة للخوض في قضايا مهمة ومهمة جدا مثل التحديات التغير المناخي، بالإضافة إلى عدة مواضيع تهم الجمهور في مجالات الاقتصاد ومجالات البيئة والطاقة النظيفة وما إلى ذلك. كاب 28 إشادة عالمية للخطوات الإيجابية اللي اتخذتها دولة الإمارات.